أعزائي المشاهدين، مساء الخير على حضراتكم. الأربعاء الرابعة عصرا متواصلين مع حضراتكم، مكملين إن شاء الله مع حضراتكم مع مدير المستشفى. مدير المستشفى بيقدم خدمات طبية، خدمات جراحية، زي ما قلنا في أكتر من حلقة. ضعاف السمع إحنا يعني داعمين ليهم من خلال شركات السماعات بتخفيضات عالية جدا، وأحيانا تصل إلى مجانا لغير القادرين. تابعونا على مدير المستشفى، يا ريت نحط التليفونات ووسائل الاتصال المباشر بينا، واحنا تحت امركم ودايما يعني خادمين لكل مواطني مصر سواء داخل مصر او خارجها. كل عام وكل رجال الشرطه ووزاره الداخليه وكل العاملين بهيئه الشرطه بخير. اعياد الشرطه كانت 25 يناير، كل عام وحضراتكم بخير. كمان كل عام و 25 يناير و10 سنوات مرت على 25 يناير بخير برضو على كل الشعب المصري. النهارده معانا موضوع اتمنى ان شاء الله ان انتم تتابعونا معاه، لانه موضوع الحقيقه مهم قوي، موضوع اتصور ان هو من اخطر الموضوعات اللي بنقابلها، لان احنا مش بنشخصه بسهوله، ولا المريض بيحس بيه، لان هو بيبقى حاجه زي بيتدرج مع الإنسان بشكل بسيط قوي قوي إلى أن تحدث منه مضاعفات خطيرة جدا جدا، والإنسان ما بيحسش بيه، لدرجة أن الدراسات أثبتت أن 80% من اللي عندهم هذا المرض لم يشخصوا حتى تاريخه، فقط 20% بس منهم اللي بيشخصوا، وده في مراحل متقدمة جدا من هذا المرض. هذا المرض إحنا بنسميه انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو طبعا اسم شوية غريب، إنما هو بالإنجليش يعني إيه ترجمته سهلة قوي، Obstructive Sleep Apnea أو OSA، اللي هو العيان أثناء ما هو نايم بيشخر. أحيانا بنتصور إن هذا الشخير طبيعي، ولكن للأسف هذا الشخير في بعض الأحيان وفي معظمها شخير غير طبيعي، وهو انقطاع تنفس المواطن والإنسان وهو نايم مش حاسس بيه. مضاعفاته ايه؟ ايه اللي ممكن يحدث نتيجة انقطاع التنفس اثناء النوم؟ ايه اللي ممكن نلاحظه عشان يبقى عندنا اكتشاف وتشخيص مبكر ليه؟ ازاي نقدر نعالجه؟ هل جراحة؟ هل اجهزة معينة بتساعدنا على الخروج من هذا الانقطاع المستمر للتنفس اثناء النوم؟ استاذ خالد، لو سمحت تحط لنا كده فيديو عن الشخير الطبيعي والشخير الغير طبيعي للإنسان أثناء النوم، عشان بس السادة المشاهدين يقدروا يفهموا إحنا هنتكلم عن إيه، لأن هذا الموضوع مفترض إن إحنا بنفسره بالفيديوهات، لأن هي دي أساس الموضوع. لو كان ممكن يا أستاذ خالد أو متاح نحط فيديو لموضوع الشخير. طيب يا ريت نشوفه يا أستاذ خالد من فضلك، تفضل نسمعه. ممكن نسمعه؟ الأولاني كان شخير مقلق يحتاج مراجعة الطبيب، لأن ده واضح إن إحنا عندنا انسداد كامل في الممرات الهوائية التنفسية العلوية، بداية من الأنف باللحمية بتضخم اللوزتين بسقف الحلق المترهل بتضخم في قاعدة اللسان، وكل ده بيسبب إن الإنسان أثناء نومه على ظهره مستلقي، كل ده بيريلاكس، كل ده بينزل وبيبتدي يعمل حاجة زي انسداد جزئي لفترة، ثم انسداد كامل بصوت الشخير ده. العيان كده داخل في انقطاع تنفس. انقطاع تنفس يعني ايه؟ يعني الاكسجين اللي داخل للجسم مش داخل. يعني انقطاع التنفس يعني اكتر من 10 ثواني خلاص دخل في هذا المرض الخطير جدا. يحدث قد ايه؟ كم مرة؟ ممكن يحدث 3 ل10 مرات في الساعة، ممكن تصل أحيانا إلى 20 و30 مرة في الساعة الواحدة. طب العيان ده هيصحى الصبح شكله إيه؟ ده ما نامش، ده كل
10 دقائق العيان ده بيصحى، كل 5 دقائق العيان ده بيصحى. هيصحى شكله ايه العيان ده؟ هيصحى مرهق، هيصحى تعبان، هيصحى مش قادر يقوم من السرير لانه اساسا ما استكفاش بالنوم بتاعه. يعني حياه هذا الانسان اختلفت تماما بعد ما كان بيصحى نشيط وينزل شغله ويجري وهنا وهنا، لا النهارده مش قادر يقوم من السرير لانه ما نامش. للاسف كل 5 دقائق او 10 دقائق نفسه بيتوقف والعيان ما بينامش بالطريقه الطبيعيه. نشوف يا استاذ خالد كده فيلم تاني عن هذا الموضوع. ساره، طيب ماشي، ناخد ساره من السويس. يا استاذه ساره. ايوه دكتور خالد، انا سامع حضرتك، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، اموري. الله يخليك. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي 32 سنه وعندي حساسيه على صدري مزمنه من وانا في ثالثه اعدادي. وعلى طول عندي الجيوب الانفيه مسدوده. يعني حتى رحت للدكتور قال لي لازم تاخدي بخاخه كل يوم الصبح، هي دي تظبط معاكي ما صدرك ما يتقفلش. تمام، كلام مظبوط زي الفل. تمام، بس انا عايزه اعرف امشي على ايه؟ يعني طول حياتي هفضل ماشي على الموضوع ده؟ طيب. يعني كده عندي مشكله. ماشي، خليك يا استاذه ساره معانا، انا هجاوبك، بس اتمنى تكملي الحلقه دي لان احنا هنتكلم في موضوع برضو يمكن يخصك، لو لا قدر الله حصل برضو عندك شويه شخير يبقى برضو صاحي للقصه دي. اللي انت بتشتكي منه ده اسمه حساسيه مزمنه في الانف، كل سنه هتجيلك حساسيه. احنا قلنا في اكتر من حلقه هي زيها زي السكر والضغط، مرض ملازم ومتلازم مع الانسان. عيان السكر ما بيجيش بعد سنه يقول لك انا خلاص خفيت من السكر، مش هاخد انسولين ولا هاخد سيدوفاج ولا هاخد ادويه خلاص ولا هعمل نظام غذائي يعني خفيت، لا ما بتخفش. عيان السكر بيعيش بيه طول عمره. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقلل المضاعفات اللي بتحدث نتيجه ارتفاع نسبه السكر في الدم، وبالتالي بندي ادويه وبندي حقن عشان نخلي نسبه السكر مظبوطه. حضرتك نفس القصه مع اختلاف المكان، حضرتك عندك حساسيه مزمنه في الانف، تغيير الفصول من الصيف او الربيع للشتاء هيبقى اكتر الاوقات اللي فيها مشكله. انا انصحك برضو زي ما الدكتور قال حضرتك، الانترانيزال استيرويدز اللي هي بخاخات الانف داخل الانف دي هايله، بس نستمر بيها على الاقل لمده شهرين، يعني بختين هنا وبختين هنا الصبح. لو لقيت ان ده كافي تمام، لقيت ان هو شويه محتاجه بالليل تاني ممكن ناخد بختين تاني بالليل، بس اعتقد ان بختين في كل ناحيه صباح كل يوم هي هتاخد 24 ساعه معاكي. هي كورتيزون؟ هي كورتيزون، ولكن هو تأثيره كله تقريبا على الغشاء المخاطي للأنف اللي بيخش منه السيركيوليشن أو الدم قليل قوي، غير مؤذي، مش هيتخنك، مش هينفخ لك وشك، مش هيعمل لك مشاكل، بس انتظمي على الأقل شهرين. ده اسمه مونوثيرابي، يعني احنا بنديه فقط وحده، وده أحيانا بيجيب نتائج كويسة قوي قوي. لكن لو الحالة زادت عندك وأصبحت الحساسية بتاعت الأنف حساسية في الصدر، وقتها لازم كمان تاخدي بخاخة للصدر، لأن زي ما أنت هتعرفي ان 80% من مرضى حساسيه الانف عندهم حساسيه في الصدر، و50% من مرضى حساسيه الصدر عندهم حساسيه في الانف، فالاثنين جهاز تنفسي، بس ده عالي شويه وده اوطى منه سنه، فاللي بيجي هنا بينزل على هنا. اتمنى حضرتك تستمري على الانترانيزال استيرويدز البخاخه شهرين على الاقل. طيب ناخد استاذ محمد من القاهره. استاذ محمد، السلام عليكم يا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم، اؤمر. ازي حضرتك؟ انا حضرتك الانف بيتسد اثناء النوم خالص، وبضطر حضرتك اتنفس من البق اغلب النوم خالص من البق. تمام، بتقوم من النوم بتشهق وتقوم من النوم؟ لا، ما بالنسبه لا، بس هو حضرتك على طول فاتح بق على طول بتنفس من البق على طول. تمام، خليك معانا، احنا الحلقه دي عاملينها مخصوص لانقطاع التنفس اثناء النوم، وده قريب برضو للي انت بتحكي فيه، هنحكي فيه بالتفصيل، خليك معانا يا استاذ محمد. استاذ خالد، نحط فيلم عن انقطاع التنفس اثناء النوم لان عايزين نشرح للناس اكتر القصه دي، ممكن؟ اتفضل. Air travels through your nose, down the throat, through the windpipe and into your lungs. The narrowest part of that pathway is in the back of your throat. When you're awake, muscles keep that pathway relatively wide open. But when you sleep, those muscles relax, allowing the opening to narrow. The air passing through this narrowed opening may cause the soft palate to vibrate. This causes snoring. In some people, the throat closes so much that enough air can't get through to the lungs. When this happens, the brain sends an alarm to open the airway. Most often, this is associated with a brief arousal from sleep.
The brain quickly reactivates the muscles that hold the throat open. Air gets through again, and the brain goes back to sleep. This disorder is called obstructive sleep apnea. Procedures to stiffen or shorten the soft palate can improve snoring. Procedures that open the airway in the back of the throat can improve sleep apnea. الفيلم اللي احنا شفناه ده بيتكلم عن الموضوع بتاعنا انقطاع التنفس اثناء النوم الاوبستراكتيف سليب ابني. ايه القصه دي؟ احنا واحنا بنتنفس الطبيعي ان احنا بنتنفس من الانف ثم الممرات الهوائيه التنفسيه ثم القصبه الهوائيه ثم الرئتين. انا عندي بقى مشكله في الانف، يبقى خلاص هتنفس من بقي، وبالتالي انا اول ما ابتدي انا اتنفس من بقي بيحصل ريلاكسيشن، بيحصل العضلات نفسها بتاعه اللسان التونج بتبتدي يحصل فيها نوع من انواع الترهل. كل عضلاتنا اثناء النوم بتريح شويه، لما بيريح قاعده اللسان على اللهاء، ادي اللهاء اللي هي بتتحرك الحركه البسيطه دي، بتبتدي النفس هو رايح جاي ياخد اللهاء دي معاه في الروحه وفي الجايه، يحصل بقى صوت الشخير، هي رايحة جاية رايحة جاية مع التنفس، لأن القاعدة بتاعت اللسان نزلت شوية، وده طبيعي أثناء النوم كل عضلاتنا بتريح. لكن إذا قاعدة اللسان دي زادت كمان عن كده هيحصل حاجة خطيرة جدا، هيحصل انقطاع تنفس، لأن خلاص زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده هو آدي قاعدة اللسان نزلت لدرجة أنها سابت ممر هوائي بسيط قوي، ثم بعد كده قفلت تماما الممرات الهوائية، وبالتالي هذا المريض مش قادر يتنفس. ايه اللي هيحصله بقى لما تقدرش يتنفس لمدة العشر ثواني دول؟ الاكسجين بتاعه في الدم بيقل، وثاني اكسيد الكربون في الدم بيزيد، العيان بيتخنق وهو مش حاسس. بيحصل ايه؟ بيحصل العيان بيتفزع، المخ بيدي اشارة لكل الجسم قوم اصحى انت بتتخنق، فبيقوم مفزوع من النوم بتاعه بعد ما كان بيشخر، مرة واحدة سكت الصوت، ومرة واحدة اتخنق، مرة واحدة اتفزع وقام. القصة دي تتكرر معاه في الساعة الواحدة من 3 ل 30 مرة، كل مرة من دولة بتأثر على عضلة القلب، كل مرة من دولة بتعلي الضغط بتاعه، كل مرة من دولة بتسبب له أرق. الراجل ده بيصحى الصبح ما نامش. نشوف يا أستاذ خالد والنبي فيلم تاني بس من غير صوت عشان نعلق عليه من فضلك. نشوف فيلم تاني برضه للأوبستراكتيف سليب أبنيا، ونشوف إيه قصة انقطاع التنفس ده، لأن كتير مننا بيعاني منه وإحنا مش حاسين، ودي مشكلة. لما يبقى 80% من الناس عندها انقطاع تنفس أثناء النوم ومش حاسين، يبقى احنا أكيد بنتكلم في مشكلة كبيرة. يجي يقولك الراجل ده كان امبارح زي الفل، وتعشى مش عارف ممبار، وتعشى سجق، وخد له طبقين مهلبية ولا رز بلبن، والصبح صحي ميت. ايه قصة انقطاع تنفس أثناء النوم وسكتة قلبية؟ نشوف الفيلم ده، نشوف كده، ادينا كده صوت للفيلم ده والنبي يا أستاذ خالد. ده ده بيتكلم عن الاوبستراكتيف سليب ابنيا. هما بيقابلوا بعض الصبح، بتقول له انت نمت كويس؟ بيقول لها لا نمت ايه، انا تعبان. ايه قصه بقى؟ ان هو معلش يا استاذ خالد نرجع سنه بسيطه ونقف كده على الشاشه شويه، نرجع سنه بسيطه، ايوه نرجع شويه، نرجع من فضل حضرتك، بس نقف هنا اهو، نقف هنا. ايه بقى اللي بيقوله العيان ده، او ايه الاعراض اللي بتبان عليه؟ ديبريسد مود، موده وحش جدا، مقريف. يقول لك انا صاحي الصبح مودي وحش، انا مش نازل الشغل النهارده، انا لو نزلت الشغل هضرب المدير بتاعي، موده وحش ما نامش، هدك، صداع شديد جدا يصحى بيه الصبح، فورجيتنس، الراجل ده نساي، يقول لك مفاتيح العربيه ينزل لغايه الجراج ويفتكر ان المفاتيح في الكومودينو، يطلع تاني البيت يجيبها، وبعد ما يطلع فوق يكتشف ان هي لسه في جيبه. بور كونسنتريشن، التركيز بتاعه قليل، حتى في شغله ابتدى الناس تقول لك لا ما كانش هو كده، ايه اللي حصل؟ ده انا مديله الملف ده من شهر ما خلصهوش. لاك اوف انرجي، طاقته نفسها قليله، الراجل اللي كان بيجري ويتحرك هنا وهنا مش نايم، هجيب انرجي من فين؟ هجيب قدرات ان هو يشتغل من فين؟ تايردنس، تعب، طول ما هو قاعد مالك يا حاج تعبان. طيب المود سوينجز، تلاقيه شويه بيضحك وشويه قاعد متضايق. ناخد السلايد اللي بعدها يا استاذ خالد لو سمحت. دي الاعراض اللي هو العيان بيشتكي منها الصبح لما يقوم. الكومن ثينجز اللي موجوده، ثانيه واحده كده اهو، ايه اللي بيخلي الناس يحصل لها الاوبستراكتيف سليب ابنيا او انقطاع التنفس اثناء النوم؟ الايدج، السن بيكبر،
العضلات نفسها بتاعت الجسم بيحصل فيها رخو. اخطر عضله هي اللسان، واللسان ده عضله بتبتدي هذه العضله يحصل ارتخاء فيها تقفل ممرات التنفس اثناء النوم. الالكهول، الناس اللي بتشرب كحوليات بتغيب شويه عن الوعي، بتريح الريلاكسيشن للجسم، بتعمل حاجه زي فازو ديليتيشن بتخلي قاعده اللسان برضو تنزل. الاوفر ويت، الجماعه اللي هم سمان شويه لا خطر جدا عندهم الاوبستراكتيف سليب ابني. الجندر، الرجاله اكتر من الستات، الرجاله 32% من الرجاله بيعانوا من هذا المرض، لكن 20% فقط من السيدات بيعانوا منه. السموكينج، الناس اللي بتشرب علبه وعلبتين سجاير في اليوم هو اساسا بيحرق سقف الحلق بتاعه، وبالتالي الترهل بيبقى اسرع عنده. تلاقيه عنده 25 سنه وبيشخر ودخل في اوبستراكتيف سليب ابنيا وهو لسه صغير، لانه بيشرب سجاير كتير بيحرق سقف الحلق بتاعه. البلاد بريشر نفسه، الضغط الدم العالي برضه بيأثر على هذا الموضوع وبيزوده. ناخد اللي بعده يا استاذ خالد من فضلك. طبعا لو احنا سبناها انتريتد بدون معالجه هنلاقي القصه بتزيد، وهنلاقي ان هذا الانسان نايم واول نومه اول 10 دقائق اول نص ساعه طبيعي، اول ما بيخش في الديب سليب او النوم العميق زي ما انتم شايفين على الشاشه كده اهو لسانه نزل قفل الممرات الهوائيه كلها، دخل في الاوبستراكتيف سليب ابنيا، هذا المرض اللعين اللي احنا مشكلتنا فيه ان احنا مش بنعرف نشخصه بدري عشان نعرف نتدخل فيه بدري. العيان يقول لك انا بشخر، كل الناس بتشخر، 80% من الناس على فكره اندياجنوز ما لهمش اي تشخيص معروف، ما يعني ما تشخصوش. 20% من الستات بيجي لهم، 33% من اكتر من 100 مليون بني ادم في العالم عنده الاوبستراكتيف سليب ابني. طب ازاي العيان ده نقدر نساعده؟ اول حاجه ان احنا نقدر نشخصه صح. ازاي يروح للدكتور يقول له انا بشخر وبصحى تعبان؟ لا، يبقى لازم وقتها نشوف ده هل اوبستراكتيف سليب ابني ولا انسداد في الممرات الهوائيه بس. العلاج بتاعه مهم، لان احنا العلاج باكتر من طريقه، ممكن يكون علاج طبي لو العيان ده سمين شويه، ممكن يبقى جيم لو سمين شويه نقدر نقلل له وزنه، ممكن يبقى العلاج ده علاج جراحي، هنشيل اللوز الكبيره، هنشيل الادينويدز اللي هي اللحميات، هنشيل حاجز انفي لو في مشكله، ممكن كمان يبقى عباره عن اجهزه نستعيد بيها عن العمليات الجراحيه زي السيباب ان احنا نحط له حاجه، وده هنشوفه في الفيلم الجاي على طول. خش ونبي يا خالد بيه على الفيلم اللي بعده انت والاستاذ وليد، نشوف بقى ازاي نقدر نكتشف وازاي نقدر نصلح هذا المرض الخطير او نبعد الناس سيدات والرجال من ده. طب اخد رمضان من الفيوم يا استاذ رمضان. السلام عليكم. اهلا يا فندم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا استاذ رمضان، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك، اؤمر. بالنسبه لي انا موضوع الشيخات لسه جديد معايا، انا من كام شهر كده بيشتكوا مني ان في البيت يعني المدام يعني. المدام ابتدت تزعل، صوتك عالي. لسه جديد يعني الموضوع ده يا معايا. انا 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 حضرتك متزوج؟ وفي نفس الوقت على الساعة 5:30 بالظبط بيحصل معايا خنقة وبصحى من النوم. طيب سؤال بس، حضرتك متزوج؟ كل يوم الساعة 5:30 كده. انت متزوج يا استاذ رمضان؟ اه. مين اللي قال لك، مين اللي اشتكى من موضوع الشخير؟ المدام؟ الاولاد، عندي الاولاد والمدام. الصوت عالي قوي. اه. من امتى يا استاذ رمضان؟ من امتى؟ اه. من قد ايه؟ قد ايه وقت؟ شهر؟ ده يعني 10 شهور 8 شهور كده بالظبط. محدش شافك خالص، ما كشفتش. أوه. مش كده؟ هم اللي قالوا، هم اللي بيقولوا لي، انا ما حسيتش بحاجه الا الساعه 5:30 الصبح تقوم على خنقه كده، خد التنفس. طيب خليك معانا يا استاذ رمضان، احنا بنتكلم في نفس الموضوع وهنقول لك تعمل ايه الاجراءات اللي تعملها عشان تتقي شر انقطاع التنفس اثناء النوم، لان هذا المرض انا بقول للمره العاشره في الحلقه مرض خطير بيهاجمنا واحنا مش عارفين. يقول لك انا من كل الناس بتشخر، فلا مش كل الناس بتشخر، في فرق بين الشخير وفرق بين الاوبستراكتيف سليب ابنيا وهو انقطاع التنفس اثناء النوم، المرض الخطير اللي بيصيبنا بازمات قلبيه، بيصيبنا بالستروك اللي هي سكتات دماغيه، بيصيبنا بارتفاع في درجه ارتفاع ضغط الدم، بيصيبنا بامراض كتيره جدا جدا جدا، منها حتى الحياه الجنسيه بتاعه المواطن بتتاثر بشكل ملموس جدا نتيجه عدم كفايته في النوم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا
النهار نشتغل والليل ننام، ننام نوم هادي، لكن لو انا ما نمتش ما انا مش هقدر الصبح امارس حياتي بشكل طبيعي، ده ناموس الحياه. نشوف يا استاذ خالد والنبي فيلم اخر يوضح للاستاذ رمضان ولبقيه الساده المشاهدين انقطاع التنفس اثناء النوم. نشوف فيلم يا استاذ خالد ممكن. ايوه. Sleep apnea is a serious sleep disorder in which breathing repeatedly stops and starts. نعلي صوت شويه يا استاذ خالد. Is obstructive sleep apnea. OSA occurs when the soft tissue in the back of the throat relaxes, causing your airway to narrow. ادي ادي قاعده اللسان اتضخمت ونزلت مع النوم قفل. المخ على طول بيحس بان في خانقه حصلت، وبالتالي بيتدخل انه يفزع الانسان ويقول له اصحى انت بتتخنق. بيقوم زي ما شفنا كده بالظبط من المخده كده ثانيتين ثلاثه يرجع تاني لطبيعته. طول الليل بيتقلب العيان، طول الليل زي الاستاذ رمضان كده اهو، طول الليل بيتقلب من اليمين للشمال لانه مش كل ما ينام بيتخنق، كل ما ينام بيتخنق اكتر من 10 ل 30 مره في الساعه. الراجل مش 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 ما نامش، صحي الصبح كانه ما نامش، تعبان كل شويه يصحى، كل شويه يتفزع، كل شويه شخير وهوب مره واحده خانقه ويقوم من النوم. نشوف يا استاذ خالد الفيلم اللي بعد كده لو سمحت، لو ممكن هيوضح لنا برضو الطريقه اللي بيتم بيها الخانقه للانسان وازاي دي خطيره جدا جدا على صحته العامه. طب ناخد استاذ محمد لغايه الفيديو ما يجهز. استاذ محمد من القاهره. استاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا فندم. معلش حضرتك بكلم حضرتك من شويه لكن الخط قطع. معلش. امر امر على عيني وراسنا، تحت امرك. اتفضل. تسلم لنا يا دكتور. لو سمحت حضرتك يا دكتور في وش كده في الودن لو سمحت. وش في ودنك؟ حلو قوي قوي. طيب عموما الوش في الودن ده بيبقى طنين، الطنين ده بنقول عليه نتيجه اكتر من عامل، منها يعني اكتر الاسباب اللي بتسبب ده ضعف السمع في ودن عن الودن الثانيه. في ودن بتوصل الصوت واضح وصريح للمخ فبيترجمه الى صوت، الودن الثانيه بتوصله اضعف لان هي مش مستقبله الصوت وبالتالي بيترجم الى وش صفاره. ولذلك يعني مهم قوي ان حضرتك تعمل حاجه اسمها اختبار سمع ومقياس ضغط طبله عشان نطمن على طبله الاذن وجهاز السمع والعظيمات وعصب السمع نفسه كلهم زي بعض. لو في اختلاف بين دي وبين دي الوشه هيحصل. علاجه سهل، مش 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 معضله، ولكن لازم الاول نشخصه صح ان ده اختلاف في العصب السمع من ودن عن ودن، او لا قدر الله عندنا في اصابه في ودن عن ودن او ثقب في ودن عن ودن، يبقى في الحاله دي هيبقى تدخل طبي، ولا قدر الله ممكن يبقى تدخل جراحي لو في عندنا ثقوب او عظمه الركاب فيها نوع من انواع الادهيجنز او التصاقات في عظمه الركاب. استاذ خالد اتمنى نشوف الفيلم اللي بعد كده عشان الوقت ما يسرقناش. من فضلك من فضلك من فضلك اتفضل. ده فيلم كويس قوي. الفيلم ده بقى بيوضح احنا ده عيان عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا. العيان ده راح بيته حط حاجه اسمها بالس اكزيمتر، بنشوفه كتير قوي اليومين دول في العيادات وفي المستشفيات عشان يقيس الاكسجين في الدم قد ايه ويقيس نبضات القلب قد ايه. العيان هينام وحاطط الجهاز وعامل له مونيتور وبيصور نفسه بالجهاز. اول ما ابتدى الراجل ده كان الساتوريشن او تشبع الاكسجين في الدم كان 98، وطبعا لما بينام ضربات القلب بتقل، ف 61 ده طبيعي جدا، 99 هو ماشي زي الفل نايم، ده في بدايه نومه. الراجل ابتدى طبعا يشخر، ابتدى النوم بتاعه يبقى عميق، ضربات القلب ابتدت بتقل فعلا، لكن كمان الساتوريشن بتاع الاكسجين نفسه ابتدى يقل. بعد ما ابتدينا ب 99 عمالين ننزل 94 95 وبين 91 دخلنا في 89، ودقات القلب بتاعته ابتدت تتسرع عشان يقدر يقاوم نقص الاكسجين. القلب بيضخ اسرع عشان ما فيش اكسجين كتير واصل للمخ فبيديله كميات دم اسرع، وبالتالي عضله القلب نفسها عماله تشتغل اكتر من طبيعتها عشان تغذي مخ الراجل اللي نايم. الساتوريشن بتاعه تشبعه بالاكسجين عمال يقل لانه اتخنق خلاص، هو دلوقتي لا بيتنفسي. لو بصيت شويه كويس للصوره الراجل ما بيتنفسي. وصل 66 وده معدل خطر جدا على خلايا المخ، لان كده الاكسجين اللي رايح للمخ قليل جدا 62، وهو برضو لسه مش حاسس بان هو منقطع التنفس
لانه نايم ولسانه رجع لورا وكل الممرات الهوائيه اتقفلت. وصل ل 58 اخطر واخطر. ده لو كان الصوره اوضح هتلاقوا العيان ده ابتدى لونه نفسه يزرق. 54 اخطر واخطر. 53 دخلنا في مرحله الراجل ايه اتفزع، المخ قال له انت بتموت. قام مباشره من الخنقه اللي كان فيها ابتدى ياخد نفسه لان المخ نبه له كل عضلات الجهاز التنفسي وجسمه عشان يصحى. ابتدى ياخد نفسه، ابتدى الساتوريشن او تشبع الاكسجين يرجع تاني، وصل 98 اهو 99. ابتدى كمان عضله القلب ترجع لحالتها الطبيعيه. يا ترى القصه دي بتحصل مع العيان ده قد ايه؟ العيان ده بتحصل له في الجماعه اللي هم عندهم الاوبستراكتيف سليب ابنيا من 3 مرات ل 30 مره في الساعه الواحده. فتخيل انت لو نمت 6 ساعات شوف حصل له القصه دي كم مره. يبقى عضلة القلب اتأثرت بالقصة دي كم مرة؟ مئات المرات. كل يوم كل يوم كل يوم احنا بندي حاجة تأثير مباشر على عضلة القلب لمدة طويلة، وبالتالي انا كده بفقد اجزاء من عضلة القلب، بتعرضني الى السكتة الدماغية لو الاكسجين اللي وصل قليل، سكتة دماغية وقدر الله العيان يخش فيه مشاكل السكتات الدماغية والشلل و وبتأثر على عضلة القلب نفسها وبيحصل فيلير فيها، يعني ممكن يحصل توقف لعضلة القلب. كمان بتعمل ارتفاع شديد جدا في ضغط الدم، خاصة الناس اللي هم عندهم ارتفاع ضغط دم قبل كده. وبالتالي أنا بتكلم عن مرض خطير، مرض غير ملحوظ. الناس تقولك ما كل الناس بتشخر، ما أنا خالي كان بيشخر وعاش 80 سنة. لا معلش، وفي واحد تاني كان نايم بالليل زي الفل وصحي الصبح بيقلبوه يمين وشمال لقوه ميت. ليه؟ لان الخنقه حصلت عنده اكتر من مره لدرجه انها اثرت على المخ وحصل له السكته الدماغيه وهبوط مفاجئ في عضله القلب ثم الوفاه لا قدر الله. احنا مش عايزين في البرنامج نكون يعني ايه مبشرين بشيء خطر، لكن لازم نحذركم. انقطاع التنفس اثناء النوم من الامراض الخطيره اللي مش ملحوظه، وبالتالي لازم ناخد بالنا من هذا الموضوع. طب يا ترى يا دكتور القصه دي بتحصل عند الكبار بس زي ما تجيب لنا الفيديوهات، ولا في اطفال صغيره بيحصل لها كده؟ لا ده كمان الاطفال عندهم نفس القصه دي واكتر شويه. خلينا نقول لكم ايه قصه الاطفال مع انقطاع التنفس. طيب طيب حاضر، ناخد امل قبل ما نتكلم عن قصه الاطفال. امل من سوهاج، اتفضلي يا استاذه امل. الو، مساء الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. اولا بنشكر حضرتك بقى على الحلقه الجميله دي والموضوع المهم اللي حضرتك بتتكلم فيه. ربنا يخليكي. الله يخليك، تسلم. هو حضرتك بس انا عندي المشكله، عندي ابني. ابنك؟ ابني 25 سنه، يعني 26 سنه. ايوه. وليه فتره كده بحس ان هو بيشخر صوته عالي اثناء النوم. تمام. المشكله ان هو كمان هو بيقوم بمفزعه بيكح، بيجيله بكحه. طب يعني هو بيشخر شرقه وشهقه ويتخض. كحه بشرقه. تمام. مدام انا عايز اسالك سؤال صغير. عايز اسالك سؤال واحد بس. اتفضل. ابنك بيدخن ولا لا؟ او انت ما تعرفيش انه بيدخن؟ ابنك ده بيدخن؟ يعني بيدخن بس مش لا. يعني مش هقول التدخين الشرقي، يعني هو بيدخن. لا ابنك ده بيدخن خفيف. ابنك ده بيدخن وبيدخن من فتره طويله. ابنك ده مليان سمين؟ لا لا لا، جسمه كويس. بيعاني من اي امراض يا فندم؟ لا يا فندم، حضرتك ما بيعانيش. بصي بقى، طالما جسمه قليل وما عندوش اي امراض مزمنه وبيحصل له انقطاع التنفس اثناء النوم، يبقى ده مدخن. وانا اسف ان انا ابلغ حضرتك ان ده مدخن شره، يعني بيعدي علبه او علبه ونص في اليوم. نصيحه مني، يقلل التدخين هيتحسن كتير. بس اذا كان عنده ما زالت المشكله موجوده ويقوم، لان ده سنه صغير، حرام 25 سنه يعاني من انقطاع التنفس اثناء النوم ويتعرض لمشاكل في القلب وفي المخ، اتمنى حضرتك يعرض على سوهاج، طبعا فيها اساتذه احسن مني كتير، يعرض على اي اخصائي استشاري في سوهاج لو كان يحب يجي لي في عيادتي في هنا على عيني وعلى راسي. انما لازم يعمل فحص الاول، ثم هنخش في قصه اختبارات النوم اللي هي اقدر اعرف التوقف ده حصل عنده كم مره في الساعه واثر على عضله القلب قد ايه وكان الساتوريشن ده. في اختبار اسمه كده معمل، اسمه معمل النوم، هنتكلم فيه في الحلقه ان شاء الله، بس الوقت ما يداهمناش. استاذ خالد نشوف الفيلم، نتكلم عن الاطفال وحضر لي فيلم عن الاوبستراكتيف سليب. طب نشوف ده الاول ونتكلم عن الاطفال بعد كده. ده بيتكلم عن الانف ومشاكل الانف في الشخير وفي انقطاع التنفس. ادي الانف قصاد حضراتكم، ده الطبيعي، ده الانف الطبيعي.
دخول الهواء منه بشكل طبيعي. ده شويه نتيجه وجود التهابات، ده شويه نتيجه وجود حاجز انفي معوج، ده لوجود تضخم في القرنيات او الـ 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 الغضاريف بتاعه الانف. وبالتالي زي ما انتم شايفين كده الهواء بعد ما كان ماشي سلس ابتدى يبقى انتربتد شويه، ابتدى يحصل الشخير نتيجه ان اللهاه نفسها بتتحرك بشكل سريع، واللسان وقاعده اللسان رايحه جايه، وبالتالي الشخير موجود. هيقعد الشخير موجود معاه ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، ثم تحدث الكارثه وقاعده اللسان تقفل تماما على الممرات الهوائيه زي ما احنا شايفين. الراجل بيتنفس بصعوبه شديده زي ما شفنا في الفيلم اللي قبل كده، والساتوريشن تشبع الاكسجين بتاعه عمال ينزل 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 لغايه لما يصل الى مراحل خطيره جدا تؤدي الى الوفاه الفجائيه او السكته الدماغيه او تاثير مباشر على عضله القلب او ضغط الدم، بخلاف الايه المظاهر الاخرى. استاذ خالد، عايزين نتكلم عن الاطفال لان ده مهم قوي. يقول لك يا عم ده الدكتور بيتكلم في موضوع الجماعه الكبار اللي بيشخروا بعد سن الأربعين ويحصل لهم ترهل في سقف الحلق وفي اللهاء وفي عضله اللسان. احنا مالنا ومال الكلام ده؟ انا عيال صغيرين 3 سنين و4 سنين. لا، 3 سنين و4 سنين ده عنده اخطر، عنده تضخم في اللوزتين وعنده تضخم في اللحميه، والاثنين دول بيدخلوه مباشره في الشخير. تلاقي الام تقول لك الولد ده اول ما بيجي له شويه برد يا دكتور يقعد يشخر 4-5 ايام وبعد كده البرد يخف ويبقى كويس. الكلام ده كان قبل كده، لكن دلوقتي يا دكتور الواد بيشخر على طول وانا مش عارف السبب ايه، ويقوم بالليل مفزوع واحيانا يقعد يعيط وينام تاني مرتين ثلاثه في اليوم. واحيانا يقول لك كمان حاجه اخطر من كده، يقول لك ده بيقوم بالليل لو كان كبير 5-6 سنين يخش الحمام مرتين ثلاثه، او احيانا يتبول لا ارادي على نفسه. الوجود اللحميه، وجود اللوز في الطفل والتهابات المتكرره ليها وتضخمها يؤدي الى انقطاع التنفس اثناء النوم. في الوقت ده بتعمل له مشاكل في ودنه، في الوقت ده التركيز بتاع الطفل ده والذكاء بتاع الطفل ده ما بيبقاش طبيعي، بيبقى اقل شويه من الطبيعي. تلاقي الطفل ده يقول لك الواد ده كان كويس قوي في الحضانه بس اليومين دول قاعد على طول سرحان، الصبح صحيه يروح الحضانه مش عايز يقوم. مش عايز تقوم ليه يا ابني؟ ده الحضانه اللي كنت بتحبها. لا، هو تعبان لانه بالليل قام 4-5 مرات كل ساعه بانقطاع التنفس اثناء النوم. نشوف فيلم والنبي يا استاذ خالد قبل وقت ما يخلص برنامجنا، نشوف فيلم كده عن برضو نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه. جاهز يا استاذ خالد؟ ماشي، عشان عايزين نتكلم في قصه نعالج ازاي ونعرف ازاي ده اوبستراكتيف سليب ابني ده انقطاع التنفس اثناء النوم ولا لا. ده فيلم لطيف قوي قوي بيورينا التشخيص بيتم ازاي. ده منظار بيتعمل، بس بيتعمل المنظار ده للعيان وهو نايم، يعني احنا بنديله حاجه سيديشن كده اهو وندخل المنظار جوه الانف عشان نشوف الحنجره بيحصل فيها ايه اثناء النوم والشخير بتاعه. لو في صوت يا ريت نسمعه. The patient is then allowed to awaken and more precise counseling can be provided regarding what was causing the snore and or obstruction and what can be done about it. دي الحنجرة، دي الأحمال الصوتية اللي بتتحرك بشكل مباشر أثناء التنفس، وده في ده الفوكال كوردز الأحمال الصوتية، وده قاعدة اللسان، ودي الإبيكروتس. ده المنظر لما العيان نام وحطينا المنظار نشوف هيعمل إيه. العيان ده ممكن يكون عنده مشكلة في الأنف، بنخش نصلح الأنف، دي سهلة ان احنا نعمل حاجز انفي او نعمل قرنيات الانف، دي قصه ما هياش مشكله. القصه الاصعب شويه لو احنا عندنا المشكله في سقف الحلق وفي اللهاء. اللهاء سهله بنشيلها، انما الصوت هنا، سمعني الصوت ده يا استاذ خالد، سمعني الصوت ده. ايوه سمعني. ايوه اهو، ادي سقف الحلق ارتفع لفوق، اللسان ارتفع لفوق، العيان كده شخير وداخل في انقطاع التنفس. احنا بنعمل ايه؟ بنخش على سقف الحلق نخيطه، وبنيجي على اللوز نشيلها، وبنيجي على اللهاء نشيلها عشان نوسع الممرات. عمليه اسمها اليو بي بي، لكن مش كتير دلوقتي بنعملها، بقى بنعمل حاجه سيلكتد. انا لو عندي مشكله بس في اللوز اشيلها، لو عندي مشكله في قاعده اللسان كبيره اشيلها عشان العيان يقدر يتنفس بشكل طبيعي. ادي الـ ادي الـ ادي الـ المنظر بالمنظار، والعيان نايم والشخير بتاعه. يا ريت لو في صوت برضو اسمعه تاني يا استاذ خالد للساده
المشاهدين يعرفوا الصوت شكله ايه بتاع الشخير للمريض اللي هو ايوه اهو. الصوت ده خطير يا جماعه، من فضلكم اللي يسمع الصوت ده لزوجه او زوجته او خاله او عمه يا ريت نصيحه يروح يكشف عشان ده موضوع مش سهل. دي قاعده اللسان اللي بيكون كبيره قوي، بنخش جوه قاعده اللسان بآلات جراحية مخصوصة وبنصغر قاعدة اللسان نشيل جزء منها عشان ندي ممرات هوائية للمريض يقدر يتنفس من خلالها. أستاذ خالد بتقول لي في مداخلات النهاردة، أهلا أستاذ محمد من سوهاج، أسفين لأن احنا أخرناك، اتفضل يا أستاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. سلامة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ محمد. ازيك يا دكتور، أخبار حضرتك؟ ربنا يخليك، أؤمر. متشكرين والله، الحلقه دي انت هتمتعني والله. لا احنا تحت امرك وكل حلقاتنا ممتعه، استمر معانا في مدير المستشفى كل هتستفيد كل من كل حاجه. كل ما نعمل نقوم نلاقي في سائل فموي في خشمي. ايوه كتير يعني، نلاقي لمؤاخذه في بقعه تحتيه تحت الحته اللي انا فيه. في دم من الانف ولا من من الفم؟ من الفم ولا من الانف؟ من الفم بس. من الفم. طيب خليك معانا. دم يعني ده هو سائل؟ نعم هو سائل يعني سائل. طيب حاضر. استاذ محمد بيقول بيصحى الصبح بأثار دم على مكان نومه يوميا، اتصور ان دي مشكله في اللثه في الاسنان، يا ريت حد يراجع حد اسنان. لكن احنا نزيف الانف دايما عندنا بيبقى من الانف، في بعض الحالات بيبقى بوستيريور ينزل من الفم، لكن طالما من الفم بس اتمنى الاول يراجع اسنان. اذا الاسنان قال له كل حاجه مظبوطه يرجع لنا على طول انف واذن، نبص على مؤخره الانف اللي هي النيزوفارينكس نشوف لا يكون في بعض الشرايين ضعيفه محتاجه تتشاف كويس. مصطفى من البحيره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا استاذ مصطفى من البحيره، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا دكتور، ازي حالك؟ امر يا حبيبي، تحت امرك. الله يخليك يا دكتور، الله يديك الصحه، ما يفرقش الماء. امر. الله يخليك. انا عندي جنب الشمال في المناخير مسدود كده. طيب حاضر حاضر انا معاك. حاضر، في اي اعراض تانية غير انسداد الانف؟ لا لا يا دكتور. حاضر، خليك معانا يا استاذ، خليك معانا خليك معانا. انسداد الانف اتكلمنا في اكتر من حلقه، يا اما عندنا لو في ناحيه واحده يبقى بنتكلم في لحميه، لو في ناحيه واحده يبقى بنتكلم في حاجز انفي معوج على نفس الناحيه دي، او الغضاريف متضخمه في نفس الناحيه دي، او في التهاب في الجيوب الانفيه في نفس الجهه، وبالتالي هو محتاج انف واذن حد يبص عليه بشكل عميق عشان يقدر يحدد بالظبط المشكله دي نقدر نعالجها ازاي. غالبا بتبقى حساسيه وتضخم في الغضاريف، ده ممكن علاج طبي، لكن لو كان حاجز انفي او لحميات هتبقى محتاجه علاج جراحي، وده برضو اصبح متيسر وسهل من خلال المنظار الضوئي، وبتبقى العمليه برضو ما بتاخدش وقت طويل، يقدر المريض يروح مثلا في نفس اليوم وياخد يومين ثلاثة يشيل بس الحشو والسبلينت اللي جوه يرجع طبيعي. نرجع لموضوع الاوبستراكتيف سليب ابنيا، هذا الموضوع الخطير. احنا في اخر فيلم شفنا ازاي نقدر نشخص المرض، يعني ازاي نقدر نعرف المريض انهي جزء فيه اللي فيه المشكلة عن طريق المنظار الضوئي. لكن احنا متوفر فين الكلام ده؟ في النهارده اصبحت معامل اسمها معمل نوم، يروح بعض المستشفيات العامه على فكره والمستشفيات الجامعيه مش مستشفيات خاصه، في معامل خاصه طبعا لكن في مستشفيات جامعيه وفي مستشفيات عامه تابعه لوزاره الصحه بتعمل هذا الموضوع. العيان بيروح لمده 6 ساعات تقريبا، بيروح بالليل بياخد مهدئ بسيط جدا، بيتحط له المنظار وبيتعمل له حاجه اسمها بولي سومونوجرافي. يعني ايه؟ يعني جهاز بيتحط على المخ، جهاز بيتحط على البالس اوكسيمتر، على المونيتورز بيتحط مونيتورز بيقيس له خلال وقت النوم العميق، بيقيس له الساتوريشن تشبع الاكسجين قد ايه، عدد ضربات القلب في الدقيقه قد ايه، بيقيس له كمان الوقت اللي بيحصل فيه انقطاع التنفس كام مره، وبالتالي بيدي خط بياني. الخط البياني ده بيقول له ان هذا المريض حصل عنده اختناق وتوقف تنفس أثناء النوم كم مرة في الساعة، على حسب ما بنشوف عدد المرات، على حسب ما بنحدد الخطورة قد إيه. أحيانا بنيجي العيان محتاج مننا فقط
عملية جراحية بسيطة في الأنف عشان نصلح الممرات الهوائية، أو اللوز لو كانت متضخمة برضو بنتكلم في حاجات بسيطة، اليو بي بي أو اليوفيلا مع السوفت بالت مع اللوز مع الفارنجيال وول برضو أحد العمليات مش بسيطة قوي لكن أهي بتتعمل. أحيانا بيجي العيان تخين جدا معدي 100 كيلو، أنا مش هقدر أشتغل فيه بالوزن ده، أقول له لا لازم الأول تعمل عملية برياتريك سيرجري، لازم تعمل عملية تكميم معدة أو نقفل شوية الأمعاء أو تغيير مسار عشان نقلل وزنك قبل ما نخش نعمل هذه العملية. القصة فيها محاور كتيرة، فيها تفاصيل كتيرة، أتمنى أن احنا دايما نبقى حاسين قوي بموضوع الشخير، خاصة الناس اللي بتنام وبتبقى مرهقة آخر اليوم، أنا جاي تعبان ومرهق مش قادر ينام، زوجته بتنبهه اصحى أنا مش عارف أنام من صوتك. خلي بالك طول ما زوجك اللي جنبك أو ابنك بيشخر فإحنا في أمان. إمتى تصحيه؟ لما ينقطع صوت الشخير. يعني إيه ينقطع صوت الشخير؟ طيب ناخد مداخلة خالد عشان بس من الناس اللي معانا على الهاتف. تفضل محمد من سوهاج، تفضل. أيوة أستاذ محمد تفضل. السؤال يا دكتور، إن في سائل فموي، سائل مش دم يعني، سائل سلايفا يعني. حاضر حاضر يا فندم. حاضر شكرا لك. السائل اللي بينزل أثناء النوم السلايفا اللعاب ده برضو بيبقى نتيجة انسداد في الممرات الهوائية، وأحيانا في عضلة اللسان نفسها بتكبر، فبالتالي بيبقى نوع من أنواع التعويض، فبيبقى البلل كتير شوية، ولكن دي برضو مشكلة غير مؤثرة. يعني إيه، حاول بقدر الإمكان حد برضو أسنان يبص عليك، وممكن نعمل أشعة تلفزيونية على الغدد اللعابية، لا قدر الله إلا يكون في نوع من أنواع الانسداد فيها فبتفرز من مناطق تانية كتير. ناخد مداخلات ولا معناش حد يا أستاذ خالد؟ سعيد من أسيوط، تفضل يا أستاذ سعيد. أيوة دكتور. تفضل يا فندم معاك. أؤمر. أخبار حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. أؤمر. الله يخليك يا دكتور. عندي ابني عنده 7 سنين، يمكن من 3 سنين بالضبط اللعاب بينزل على وهو نايم، والشخير ده طبعا ممكن يسد اللحظات كده في النفس. طيب ده برضو احنا كنا لسه بنناقش هذا الموضوع، لو كنت متابعنا انت بتتكلم عن 7 سنين، يبقى حالتون هنبص على حاجتين، يا اما لوز متضخمه يا اما لحميه كبيره، يا اما في مشكله في الفك نفسه، دي احيانا بتسبب برضو انقطاع التنفس. ولكن قصة اللعاب الكتير يبقى برضو معناها ان احنا في عندنا انسداد، زي المواطن اللي كان بيكلمنا من قبل كده من سوهاج. اتمنى حاجة، لازم الطفل يتعرض على استشاري انف واذن، يبص على اللوز واللحمية، ولو كانوا متضخمين وكبار شيلهم ما تقلقش، هي عملية بسيطة ان شاء الله، والشفاء منها الى حد ما بيريح من اخطار كتيرة في المستقبل. معانا السيدة ام احمد من البحيرة، تفضلي يا ستي. عايز اكلم الدكتور خالد لو سمحت. خدامك معاكي، تحت امرك، اموري. لو سمحت دكتور، انا بقالي فتره كده يمكن اكتر من سنه بشتكي من الم شديد في الزور، الم شديد شديد يعني في الزور في فتره اثناء النوم، ورشيح على طول على طول، رشح من الانف وحتى في الاذن. تمام تمام. وبلغم على طول على طول النهار، واول ما اصحى من النوم الصبح ايوه البلغم بيكون زي كأنه حتى الدم كده، بس مش دم زي اللي في دم كده. تمام. طيب بلغم كتير وألم في الزور، بيكون التهاب في الزور. طيب. ولما أكون نايمة بالليل أحس أنا مش قادر أتنفس من مناخيري، بتنفس من بقي كده، بحس إن الهواء بيدخل في الحلق ناشف. أنت بتشخري؟ لا يا دكتور، بتشخرش وبنام على مخدة واطية عادي. لكن لو نمت على يعني أنت نام على مخدة واطية وما تشخريش، ما فيش صوت خالص، متأكدة؟ ما فيش، لا مخدة عالية ولا واطية، يعني جوزي بنام جنبي لا بيشتكي من الشخير ولا حاجة الحمد لله. تلاقيه هو بيشخر يا عيني ومش سامع. طيب أنا هجاوبك. حاضر حاضر، تحت أمر. السيدة الفاضلة بتشتكي من إن هي الصبح بتصحى زورها ناشف ومسدود وحرقان، وفي نفس الوقت في بلغم كتير وإفرازات بالتفاح الصبح. ده ملوش غير التفسير واحد بس، إن هي بالليل أثناء الليل ما بتتنفس من مناخيرها، هي بتتنفس من بقها، وبالتالي هي عندها مشكلة في الأنف، وده زي ما هي قالت برضو بيأثر على ودانها، وبالتالي إحنا عندنا مشكلة في الأنف. الأنف بيتسد، فأنا الممرات الهوائية الأنفية مسدودة من لحمية، من التواء في الحاجز الأنفي، من تضخم في الغضاريف، من التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، وبالتالي أنا محتاج
اول حاجه اصلح الانف عشان ارجع تاني اتنفس من الانف. قلنا في الحلقات اللي فاتت ان الانف هو الممر الطبيعي، ولكن لما بيتقفل بنتنفس ممر اخر وهو الفم. الانف ليه ممر طبيعي؟ عشان قلنا ان فيه قرنيات وغضاريف بتدفع الهواء، في غشاء مخاطي بيرطب الهواء وهو داخل، في في الصيف يبرده، في الشتاء يدفيه، وبالتالي هو ده الممر الطبيعي للهواء. انا لما بتقفل عندي التنفس من الانف بتنفس من بقي، وبالتالي طول الليل بتنفس من ممر مختلف، وبالتالي بجمع افرازات كتير، والصبح انا ببتدي اتنفس. ايوه استاذ خالد. استاذ احمد اسيوط اتفضل. اؤمر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. اؤمر. يا باشا السلام عليكم. اؤمر. عندي 60 سنه يا باشا. ربنا يديك الصحه يا حاج، ربنا يديك الصحه. عادي بالليل التشخير بصوت عالي يعني بنايم دمي مش عارف ينام من الصوت والتشخير. اه ده انت كده انت جاي يا حاج في الايه، في قلب الموضوع، كتر خيرك. احنا متشكرين ليك للمداخله دي. الحاج بيتكلم في قصه اللي احنا عمالين نحذر منها. 60 سنه شخير عالي جدا، اللي جنبه ما بيعرفش ينام منه، والحاج شكله مرهق، وده اللي احنا بنقول عليه النهارده التوقف التنفس اثناء النوم. خلاص انت يا حاج الموضوع ده لازم نكشف، ولازم نشوف القصه ايه، خوفا على صحتك، عضلة القلب، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، بخلاف طبعا الحياة الغير مريحة. نمط النوم نفسه عنده اختلف، هو مش عارف ينام، كل شوية يتقلب يمين يتقلب شمال، يصحى يتفزع، عنده مشاكل كتيرة جدا من موضوع النوم. النوم بالنسبة له بقى كارثة، لما يجي ينام انا هعرف انام ولا لا، انام على جنب اليمين مفيش، جنب الشمال مفيش. والكارثة الاكبر لو اتعشيت بالليل عشوة كويسة كده هو مع في فرح في عزومة بتاع ونام، هوبا الكارثة الكبيرة اللي تحصل. بنلاحظ الكلام ده على فكرة دايما في القطر، انا بسافر انا موطني الاصلي كل اسبوع، اول ما الوقت يجي الساعة واحدة معظم الناس اول ما تركب القطر تبتدي تتعشى والسندوتشات، واذا كان في وجبة ولا بتاعه يبتدي صوت الشخير، نص العربية اللي في القطر بتشخر، بعضهم شخير عادي اللي هو تنفس من الفم واللهاب بتتحرك، وبعضهم شخير الخطير اللي احنا بنشوفه. في مداخلات تانية يا استاذ خالد؟ استاذة هالة من الجيزة. استاذة هالة من الجيزة. استاذة هالة من الجيزة. يا فندم ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. اموري. ازي حضرتك؟ اموري. تحت امرك. ممكن انا عندي مشكلة في مناخيري يا دكتور والله. اموري ايه هي؟ انا عاملة عملية من 3 سنين. يبقى استئصال غضاريف. تمام. وحاجز انفي. تمام تمام. طيب هو الخط اتقطع لكن احنا هنجاوبك برضو طالما انت معانا على المشاهده. حاجز انفي وغضاريف مفيش اي مشكله، المشكله لو انت لا قدر الله حد شالك الغضاريف، هي دي الكارثه. شيل الغضاريف مش مستحب، احنا بنعمل حاجه اسمها بالليزر او سب ميوكس دايسيرمي، بنصغر حجم الغضاريف من خلال الغشاء المخاطي، او نشيل جزء بسيط قوي من العظمه، لكن نرجع الايه الغشاء المخاطي للغضاريف مكانه عشان هي دي بتاعه التنفس. يا ريت حضرتك لو قريبه مننا نشوف حضرتك كشف مجاني في العياده، او لو حضرتك في اي مكان سهل قوي. انا عايز يا استاذ خالد عماد المنيا. طيب حاضر. اتفضل اتفضل يا استاذ عماد انا سامعك. استاذ عماد انت معايا. السلام عليكم يا فندم. اتفضل يا فندم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. زي حضرتك يا دكتور. أؤمر. بص يا دكتور، وانا نايم على ظهري انا بشخر، لكن على جنابي الاثنين حضرتك لا، ودايما نفسي مناخيري دايما متضايقه، نفسي متضايق من على طول. تمام تمام متضايق. تمام ماشي يا زعمات. بتنام على ظهرك، ما تعرفش تنام على ظهرك، تنام على اليمين او على الشمال، ده اللي احنا بنقوله. نمت على ظهرك خلاص دخلنا في انقطاع تنفس والابوسترافس دي بامن. خلينا يا استاذ خالد طالما الوقت خلص والتتر نزل نقول ان احنا عندنا حلقه ثانيه للساده المشاهدين عن انقطاع التنفس اثناء النوم الاربع الجاي 4 عصرا، هنتكلم عن انقطاع التنفس مره اخرى. في اعلان ورانا، كل الناس تقول لك ايه اسمه ايه اسمه ايه، ده حلواني محترم جدا جدا، اتمنى ان شاء الله تزوروه في فيصل وفي اسوان وفي الاقصر، راجل صعيدي محترم وشغله زي الفل. شكرا لحضراتكم، كان حلقة ممتعة، هنكملها إن شاء الله الأسبوع الجاي عن اختناق التنفس أو انقطاع التنفس أثناء النوم. نشوفكم على خير الأربع القادم 4 عصرا مع مدير المستشفى.